وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم في هذه الفقرة بنسلط الضوء دايما على اللقطات الإيجابية ونتكلم عنها. مصر الحقيقة قدرت خلال آخر 10 سنين انها تحقق نجاح كبير جدا في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية بالشكل اللي خلى كل دول العالم بتشيد بالتنظيم المصري. زي ما احنا متعودين هنا بنسلط الضوء على هذه الإيجابيات. وامبارح كان في حفل أسطوري أقيم على هامش بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في دبي. أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تسليم علم تنظيم البطولة المقبلة في عام 2025 إلى مصر، واللي فازت بتنظيمها. مصر حققت مشاركة قوية في بطولة العالم الحالية، احتل من خلالها منتخبنا المركز الخامس في الترتيب العام بعد تحقيق 5 ميداليات متنوعة، منها ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزيتين. إجمالي الميداليات اللي حصدها منتخبنا في البطولة 24 ميدالية مقسمة كالتالي: على صعيد الكبار 9 ميداليات، منها 5 ذهب وفضيتين وبرونزيتين في الموازين، وهي اللي تم احتسابها رسميا، بالإضافة إلى 4 برونزيات على صعيد المجموع. وعلى مستوى الناشئين حقق منتخب الناشئين 8 ميداليات، منها 4 ذهب وفضية وبرونزية في الموازين، و4 ذهب وفضيتين وبرونزية على صعيد المجموعة. مصر حصلت على 7 ميداليات أيضا على مستوى الرواد، منها 4 ذهب وفضيتين وبرونزية واحدة، ليصبح مجموع الميداليات المصرية في هذه البطولة 24 ميدالية متنوعة. كالعادة مصر بتتألق في لعبة رفع الأثقال، وبيكون لينا فيها باع كبير جدا وإنجازات وميداليات أولمبية وأيضا ميداليات في بطولة العالم. نتمنى يا رب التوفيق لمصر في استضافة وتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال القادمة 2025، ونواصل مصر أو تواصل مصر نجاحها في استضافة الأحداث الرياضية العالمية. وخلاص يعني كلها تقريبا أقل من سنة، وننتظر بإذن الله بعثة مصر في أولمبياد باريس اللي إن شاء الله تحقق ميداليات بعد العودة من جديد على صعيد لعبة رفع الأثقال. مع هذا الخبر نكون خلصنا فقراتنا وخلصنا أخبارنا النهاردة في حلقة أخبار أون تايم، وفيناكم فيها بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية. نتمنى تكونوا استمتعتم معنا في حلقة النهاردة. لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحية، وإلى اللقاء.